أكيد بنتواجد معاكم خلال الأسابيع اللي فاتت وظروف العالم كله يرى ما يحدث في غزة وفلسطين. يعني زي ما قلنا امبارح، ربما في حينما انقطع الاتصال يعني عن العالم، كان أهل غزة في عزلة عن العالم، ولكن لم يكونوا أبدا في عزلة عن رب العباد وفي عزلة عن الله عز وجل، لأن أكيد لا يمكن أن تفقد الاتصال بالله، خصوصا لو القلوب مؤمنة زي ما احنا شفنا، وقلوب لديها قضية وقلوب لديها رسالة. ربما يعني الواحد كل أسبوع بيقول هيقول إيه، لأن بصراحة ما فيش كلام يتقال. القصة بتوصل جواك، بتحس اللي انت شايفه، بتحس الأمور بتزداد تعقيدا كل يوم، أرواح بتزهق، شهداء، أطفال، ناس بتعيش عالم من كل شيء في انقطاع عن وسائل الحياة وانقطاع عن الأمل، ولكن ليس انقطاع عن الهدف وعن القضية وعن الأرض اللي تشبثهم بيها وتمسكهم بيها جاء من اللحظة الأولى. اتسق مع خطاب كان هنا بيتقال في مصر، وخطاب كان يعي جيدا الأمور، وربما كان يرى مستقبلا ما يحدث في الأيام اللي احنا بنمر بيها، وهي فكرة أن هناك محاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع. ولكن إلى الآن وأعتقد حتى آخر لحظة، كل مواطن موجود في فلسطين لديه إيمان بقضية لن يتركها، والأرض هي أمور لا يمكن أبدا تستغنى عنها. عودونا من الأرض هي عرضك، شفنا ومرت مصر بأمور كتير جدا، شفنا قد إيه كان المصريين والجيش المصري لديهم من القدرة، من الإيمان، من الإيمان بفكرة أهمية الأرض اللي خلتنا نعبر كثير من الأمور. وربنا يحفظ وطننا، وربنا يصبر إخواتنا في فلسطين وغزة، وكل الدعوات، كل الدعوات ليهم ان هم يا اسامه يتجاوزوا الظرف الصعب ده، اللي صدقني يعني الكلام فيه بقى يوجعك داخليا حتى وانت بتتكلم. ده حقيقي، وانا يعني متفق معاك جدا في فكره ان احنا كل اسبوع بنطلع ايه اللي ممكن يتقال؟ ايه اللي ممكن يتقال واحنا لا نملك الا الدعاء؟ هل الدعاء كافي؟ يعني الحقيقه الصمت الغربي عما يحدث من جرائم امر محير، ولكن بيعجبني دائما وابدا فكره النضال والكفاح، لان في صوره تعبيريه، يمكن الصور الواقعيه اهم بكتير من اي صوره تعبيريه، ولكن طفل فلسطيني بيتحدث مع احد افراد المحتل الهارب اللي بيجري في مساحات شاسعه جدا. الصوره نقلت فقط لغير حوار قصير ما بين طفل وبنت كبيره ناضجه بتجري من مكان لمكان، والمكان مش متحدد، ولكن بيختم الطفل القصه والفيلم القصير ده بأن جده علمه إن صاحب الحق لا يترك مكانه، صاحب الحق لا يهرب. وهو ده اللي مخلينا شايفين الصمود الكبير من أهلنا في فلسطين وفي غزة أمام مرأة ومسمع من العالم، بيتم محاولة إبادة هذا الشعب ظنا منهم أنهم ممكن يصفوا القضية الفلسطينية، وده بالتأكيد لن يحدث على الإطلاق. الحقيقة ممكن وانت بتتكلم مريت بتجارب كتير، مريت بأحداث كتير، فبتخليك مؤمن ان انت لسه عندك فكرة عن هذه العقيدة ومتمسك بيها. لكن لما تشوف كمان وتقرن ما بين ما يحدث مع أهلنا في غزة وما يحدث في ملاعبنا المصرية على مستوى الأندية، على مستوى المباريات سواء كبار أو صغار، بتقول لأ، في صورة أنا حبيت يعني أعرضها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لأطفال النادي الأهلي مواليد 2010، بتوصل رسالة واضحة وصريحة: هذه القضية لن تموت، هذه القضية لن تموت. مين علم أطفال مواليد 2010، وياريت نعرض الصورة، إن القضية دي موجودة كنوع من أنواع العقيدة عند الشعب المصري زي ما هي عند الشعب الفلسطيني؟ دول لاعبي النادي الأهلي مواليد 2010، يعني عمرهم 13 سنة، 13 سنة ويشاوروا إشارات حنظلة. مين اللي علمهم الكلام ده؟ مين اللي خلى طفل زي ده يصل بيه الحال إن هو يكون فلسطين في على صدره؟ أكيد لأنها في قلبه. عشان كده القضية استحالة إنها تموت حتى لو مهما حاولتوا من إبادة، وده مش معناه إن احنا نصمت على هذه الإبادة. يعني محاولات بالتأكيد بتتم، ربما تكون
القصة واضحة جدا عند العالم الغربي، ولكن كلنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينصر أصحاب الحق. وزي ما جد الطفل اللي كان في الفيلم القصير قال له صاحب الحق لا يترك مكانه، بالتأكيد هيتقال في فيلم قصير أو ربما طويل نقول إن صاحب الحق لابد أن يسترد مكانه ومكانته. يمكن يا أسامة المشهد اللي شفتوه ده كان من أهم المكتسبات. يعني دايما يا جماعة وسط الأمور المعتمة والمظلمة دايما في بصيص نور، هي دي الحياة وهي دي الدروس، الدروس بتخرج من رحم المعاناة. ده طبيعة الحياة وطبيعة الأمور. يمكن بمناسبة كلام أسامة عن أطفال النادي الأهلي ويمكن كل الأطفال المصريين، ولكن هنا يعني قياسا على المشهد اللي حصل، كان في بداية الأحداث كنت بتكلم في فكرة إن كان هذا الجيل اللي طالع هو مختلف عن جيلنا يا جماعة. هو جيل ما شافش محمد الدر، جيل ما شافش فكرة انتفاضة الأقصى وشاف الأوبريت الحلم العربي وحاجة من المكونات الثقافية المصرية اللي احنا كلنا كنا بنغنيها وبنقولها، وهو موروث شعبي يعني مصر. فالجيل ده كان طالع ربما لديه معرفة عن فكرة فلسطين وأن هناك نزاع وصراع، ولكن فكرة الانتماء بهذا الشكل والانحياز التام والصريح لقضية عربية دفعت حتى مصر بلد وتمنها على مدار سنوات منذ 1948، هذا مكتسب خطير للغاية ومهم للغاية ومؤثر للغاية. وهو يعني ضرب فكرة محاولة يعني تجميل وجه قبيح بمكياج وكثير من مساحيق التجميل. أعتقد ده سقط في خلال الفترة من يوم 7 أكتوبر إلى الآن. أصبح هناك شيء مختلف أسامة لدى تأكيد. الأجيال الصاعدة معرفة مختلفة، إحساس مختلف، تقدر تتكلم معايا طفل هو يرى أطفال مثله بيتعرضوا لده. بالتأكيد طبعا، ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب. وده تأكيد على أن القضية لن تموت يا جماعة، مهما تحاولوا ومهما ترتكبوا من جرائم ومهما تعزلوا قطاع كامل عن العالم، تقطعوا عنه المية والنور والإنترنت، بالتأكيد القضية ستظل قائمة. وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله، وإن شاء الله يستردوا زي ما قلت أرضهم كاملة بإذن الله.